السيسي وبيان ناري حول حصة مصر من مياه النيل. بننشر لحضراتكم التفاصيل وعشر قرارات حكومية عاجلة والتنفيذ فورا تعرف عليها معنا، ومفاجأة تعرف على موعد بدء حجز شقق الإسكان، تعرف على أبرز الأماكن والأسعار، وأربع فئات يحق لها الحصول على معاش إضافي، تعرف على الشروط والحالات، وشريف مدكور يعلن إصابته بمرض خطير. وننشر لحضراتكم التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أسفل الفيديو. عاوزين نوصل 1000 أعجبني على هذا الفيديو عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 500 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، والسيسي وبيان ناري حول حصة مصر من مياه النيل. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن حصة مصر من مياه النيل لن تقل. وضح أنه حتى مع استمرار حصة مصر من مياه النيل، لكن هناك مشكلة بسبب الزيادة السكانية وتوفير المياه للأجيال المتزايدة، قائلا إحنا بنعمل كل الإجراءات دي علشان نوفر مياهنا. أضاف الرئيس السيسي خلال تصريحات لرؤساء تحرير الصحف المصرية وعدد من الإعلاميين ومحرري رئاسة الجمهورية خلال جولته بالمدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السداب بمحافظة المنوفية، أن تطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة أثارت اندهاش العالم. أضاف الدنيا كلها بتقول إزاي في حياة كريمة هتخش على نص مصر، وتابع أن القضية الموجودة في الريف المصري هي الاعتداء على الأراضي الزراعية. أضاف حافظوا على ما تبقى من الأراضي الزراعية. وأشار الرئيس السيسي إلى أن تطوير قرى الريف المصري سيكون شاملا، هعمل لك اتصالات جوا قرية زي الشبكات الحديثة اللي موجودة في المدينة. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز، وهنا الرئيس السيسي بيأكد على يعني أهمية حصة مصر من مياه النيل، وأن حصة مصر من مياه النيل لن تقل. نخش مع بعض في تفاصيل خبر آخر، ومفاجأة تعرف على موعد بدء حجز شقق الإسكان. هنعرف مع بعض أبرز الأماكن والأسعار. يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح كراسات الشروط سكن لكل المصريين 2 الأحد المقبل لمتحدي الإعاقة فقط، ويوم 15 أغسطس لكل المواطنين، في ضوء طرح البنك المركزي المصري لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% على مدار 30 عاما. وفي هذا الأمر وقبل أيام من فتح باب التقديم، أستعرض لحضراتكم يعني أبرز الأماكن وأسعارها. أماكن شقق الإسكان التابعة لمبادرة التمويل العقاري وفقا للرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، سيتم طرح شقق في المحافظات التالية: الإسماعيلية والمنيا والشرقية وسوهاج وقنا والإسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ وأسوان والغربية والبحيرة ومطروح والفيوم وبني سويف وأسيوط والوادي الجديد والأقصر وشمال سيناء ودمياط. كما سيتم تخصيص حدات في مدن بدر، حدائق العاصمة 15 مايو، حدائق اكتوبر 6 اكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة، البداري، وبور فؤاد. نعرف مع بعض أسعار شقق الإسكان. يتراوح سعر الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة بمساحات تتراوح بين 75 و90 متر بين 164 ألف و310 ألف جنيه، ويتراوح سعر الوحدات السكنية المطروحة التي تبلغ مساحتها بين 100 و120 بين 471 و950 ألف جنيه، وسيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25% من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة 30 سنة بسعر عائد 3% متناقصة سنويا، ويتم شراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكن لكافة الأماكن المعلن عن طرح وحدات سكنية بها.
المصدر معانا كان من صحيفة الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وشريف مدكور يعلن إصابته بمرض خطير. أعلن الإعلامي شريف مدكور عن إصابته بمرض الصفرة، حيث كتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام: كنت خايف من الوباء، جالي الصفرة الحمد لله، راح أسبوعين في السرير مع كثير من العسل الأسود. وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلين: الصفرة في السن ده. وقال الدعاء فاروق: سلامتك يا شريف، بإذن الله تعدي على خير. ونصحه آخرين: ربنا يشفيك، حافظ على نظام غذائي مليء بالحديد. وكان قد قال الإعلامي شريف مدكور في وقت سابق إنه لا يخشى من مواجهة الآخرين، وليس لديه مشكلة في أن يخسر الكثير من الناس مقابل أن يكسب نفسه ولا يخسرها. المصدر معانا كان من الدستور. أترك لحضراتكم التعليق: ربنا يشفيك ويخفف عنك إن شاء الله يا أستاذ شريف. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعشر قرارات حكومية عاجلة والتنفيذ فورا. والدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارات وزارية بتخصيص أرض من أملاك الدولة لإقامة مشروعات قومية وخدمية بعدد من المحافظات، وجاءت القرارات كالآتي: 1. قرار رقم 1605 لسنة 2012 بمد مدة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 105 لسنة 2019 لمدة عام لتصبح 3 أعوام من تاريخ استلام الأرض. قرار رقم 1606 سنة 2012 بتخصص قطعة أرض أملاك دولة بقرية الجزازرة بمركز المراغة بمحافظة سوهاج بالمجان لإقامة معهد ديني ابتدائي أزهري عليها. قرار رقم 1607 لسنة 2012 بتعديل جهة وغرض تخصيص الواردان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 170 لسنة 2019 ليكون لصالح وزارة الشباب والرياضة لتوسعة الملعب الخماسي وإنشاء ملعب سباعي لمركز شباب قرية محلة زياد. قرار رقم 1608 لسنة 2012 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة ناحية بالمشط مركز منوف بمحافظة المنوفية بالمجان لإقامة مدرسة عليها. قرار رقم 1609 لسنة 2012 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة كائن بحي الغزلان مدينة بئر العبد محافظة شمال سيناء بالمجان لإقامة إدارة تعليمية أزهرية عليها. قرار رقم 1610 لسنة 2012 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة ناحية عصبة الجلال قرية الأمراء مركز كفر الدوار محافظة البحيرة لإنشاء معسكر القوات أمن كفر الدوار ووحدة مرور كفر الدوار ووحدة إنتاج خبز. قرار رقم 1611 لسنة 2012 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمدينة بئر العبد شمال سيناء بالمجان لإقامة عمارات إسكان اجتماعي عليها. قرار رقم 1612 لسنة 2012 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بقرية بنا أبو صير مركز سمنود بمحافظة الغربية بالمجان لإقامة مكتب بريد عليها. قرار رقم 1613 لسنة 2012 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بقرية الشيخة سالمة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر محافظة الأليوبية بالإيجار الإسمي لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها. قرار رقم 1614 لسنة 2012 باستبدال عبارة حوض غيط الزملوطي بعبارة حوض الزملوطي الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2215 لسنة 2018. آخر قرار معانا رقم 1615 لسنة 2012 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بقرية سبك الدحاك مركز الباجور بمحافظة المنوفية بالمجان لإقامة مجمع خدمات شرطية عليها. مصدر معانا كان من الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وأربع فئات يحق لها الحصول على معاش إضافي. تعرف على الشروط والحالات. تحاول الدولة جاهدة خلال السنوات القليلة الماضية التحسين من أوضاع أصحاب المعاشات، وسعى قانون التأمين الجديد إلى تحقيق مزايا كبيرة لشرائح مختلفة للحصول على المعاش، ومن بينها الفئات التي يجوز لها الحصول على معاش استثنائي من هيئة التأمين الاجتماعي. شروط الحصول على المعاش الاستثنائي: استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة العمل السابقة أو مكتب التأمينات المختص وتقديمه بعد اعتماده وختمه من إدارة المعاش الاستثنائية
في حالة منح المعاش أو تسليمه، يجرى التحويل إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي أو اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلى علاج طويل، وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية، وإجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب تحسين المعاش بظروف اجتماعية. يعرض نموذج طلب المعاش إضافة إلى التقرير الطبي والبحث الاجتماعي على اللجنة التحضيرية لتقرير مدى حقق في المعاش الاستثنائي. يتم عرض الطلب على اللجنة العليا للمعاشات للنظر في الطلب. إنشاء صندوق لرعاية أصحاب المعاشات الاجتماعية. يتضمن قانون التأمينات والمعاشات الجديد تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد التسوية للمستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات وبين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة. ويشتمل قانون التأمينات الجديد على صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع قواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق. مصدر معانا كامل الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما تقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.